ما انه اجواء مطعم واكل. اغرب طبق جربتيه بحياتك؟ لا تذكرني. كان اخطبوط واستغربته بصراحه، وبعدين رحت سالته اللي على البوفيه قلت له شنو هذا؟ كان يقول لي هذا اخطبوط يا مدام. قلت له لا انا ما احب الاخطبوط، احب التماسيح. كان يقول لي اعذريني يا مدام النهارده بس اخطبوط. انا احب الاطباق الغريبه، يعني احب اجرب اكلات ما ماكلتها قبل، غريبه، فيعني تشوكي بالنسبة لي. بس العراقيين يعرفوني، تمارة كل شيء تهرش. أنا السمك المزبوط. أكلة هندية ما أعرف اسمها، كل اللي أعرفه أنه أنا وراها رحت للمستشفى. دبي كنت جوعان وأكو مطعم صف الفندق، فنزلت على المنيو قلت له هذا هيك فشي اشتهيته، طلع أحر طبق بالعالم. هو المطعم هندي ما أدري فيتنامي. أنا معقدة بالأكل، يعني شلون يعني الطبخة إذا مو اتخيلها ما يعجبني اكلها. الاخطبوط. كنت ببيروت؟ نعم. وعندهم اكله الضفادع. اخطبوط. اسمه ما اعرفه، بس هو مثل الصراصير بس ينأكله طيب وحلال. طبق بمطعم صيني طلبته، مالح على حلو على حامض على حار، والله ما افتهم الطعمه يعني. كلهم طيبه، العراقي يحب بطنه عمي، كل شيء ياكل. اخر شيء جربته هو الاكل الايراني. رب السوشي. زين. بس كان ني. دبي طبق افغاني. صراحة أنا ما مجربة. تدري أنا يعني ما مجرب طبق غريب.